مرحبا حلوه الابري. اهلا وسهلا. اهلين من الاهلين من الاهلين اهلين اهلين. جارتنا البركه. الله يكرمك الهي. مردي شو فيني خدمه؟ انا قلت لك اني انا ابو سعده نص البلد. بلا نص البلد عرفتك. ايه. شو فيني خدمه؟ بدك تخدمني يعني انا حبيتك. جاي لعندكم يوم مشان اشرب فنجان قهوه، بدنا تكون طيبين؟ بلا ميت اهلا وسهلا. 50 حضرت وحضر واجبك. بك عيب. بعد يد بتساووه. بلا. حلو حلو. بعد ما نشرب بدنا يعني نحكي بموضوع مهم بيخصني وبيخصك. شو هو؟ موضوع خطوه. ميت اهلا وسهلا. جارتنا البركه. الله والنعم. نتشرف فيكم يا نص البلد. نحن كمان نتشرف فيكم. بس عدم المؤاخذه من غير منقوديه، ماني شايف العريس معكم. مين عريس انا وعريس هذا؟ عريس بده يخطب. عريس اللي بده يخطب؟ بده يخطب بنتي. ايه مزبوط نتشرف نحن. وينه؟ انا اللي بدي اخطب. انا اللي بدي اتشرف بمناسبتك. ولا وعزة الله لو ما كنت ببيتي وشايب قد جدي لأسفاك فلا جيب آخرته فهمانو. لا بس البلا لك بعض الرجال نعمو الله لا يوفقك يا تحسين لك نص البلا لك يا نص البلا لك يا حريم لك هذا ودع عنا هاتولنا بصري هاتولنا بصري نص البلا لك نص البلا لي على اللعنة ما نعمو. لك يخرب بيته كان مات بين ايدي قال شو هالجاي يتجوز لك ان شاء الله جوازه بطي لعبه ضربه والله وكيلك يا ابتكار لو ما لحقتوني بعدون فعلين البصل كان راح في هذا الحيوان. حرام يا بيما العريس لا تفهم. لك الله يحرم جلدك عن عظمي وان شاء الله بيلقطوك بالنص حواجبي لك هذا مصيبه. الله لا يوفقك يا ام تحسين. شو العريس هاد بلوي بلوي يخرب بيته. ايه تذكرت انا يوم غير اوعيه وقولوا لعبد المختار بركه درع على البيت وما لحقته يلا خاطركم. الله ما تصبرني لا تتاخر. لا لا جاي. اخ يا انت جايبت لنا العريس وجايب معه السعد لوحده من البنات. يا ويلي انا من ختيار ختيار. كبلاها بحمه هي وهيك عريس لك شفتوني كيف عم يسحر. هاي ام تحسين انا فرجيها دبارة عندي والله لخلي جوزي يرفع فلقه هون فوق البحر. ولي على عمدي ان شاء الله. لك شو بالفستان انت طبيعية افتكار شو بدك الناس يقولوا طق على العروس لا سمح الله ولابسه فستان مشقشق هيك. استغفر الله العظيم يا خانم. لا والله مو هيك بس ما بعرف شو صار بالفستان. شو صار لك ما انفجأة؟ والله ما بعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حقك علي حقك علي والله حقك علي. والله لو ما بعرف مين هي زهرية كنت قلت كلام أمك مزبوط. قال شو مثل القمر بدنا نزينها لتضوي أكتر. ليش شبه زهرية أختي؟ والله البنت عن جد حلوة كتير ومثل القمر. ولك أنت ضاربك العمى ها؟ ما سمعتي بالمثل يلي بيقول شافت الخنفسة بنتها على الحيط قالت هي توبشني مثل اللولو بالخيط. لهالدرجة من غاظة من درتك اختي؟ لا تقولي درتي ولا فهمانة؟ بعدين مو رايحة غير علي يا ريت يصح لي يلي صح لأختنا منيرة. كمان صرتي بدك تكملي دراستك؟ على القليلة كنت طلعت من هالقبر وشفت لي الحياة شوي وشفت حبيب القلب شوي يعني هي لحالة بتكفي. أي 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 أه قولي زيوانة زيوانة. لك يا شكور لك يا شكور. لك شو بقى؟ يصدر عرضك خلصنا خيلتنا عنا لقد نقضدونا ما عاد تحملنا شبنا. قلت لي بالدنيا بالكراكور. ايه ومشان شو؟ قال الباشا أمر بحبسه. ولشو؟ لشو ما بعرف، أنا أعمل لك مثل ما سمعت، وشكور هرب برا الحارة. مو مشكلة، هلا بروح لعند الباشا بشوف شو القصة. سلم لي على المختار إذا بده شيء أنا جاهز، قل له بدك كان هو. أمرك، بتوصيني شيء؟ سلامتك. السلام عليكم. الله معك عبدو، الله معك.
شب انا استر عرضك خلصنا شب انا عمار اول خلي لي اياك ما عاد تتحملنا لا وضونا ما خليتنا عاد وضونا اي على مهلا ولي شو ها ولي زيواني استر عرضك بعد بدي لك 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 يخرب بي سنتك يلا نعيمة الله ينعم عليك الله يكسر ايدك يا افتكار هاد فستان عسولة لك بحياتكم شفتوا هيك فستان شو ضاربك العمل لما عم تتعلمي بجهازي الله وكيلك يا زهرية يا خانم انا ركبتك ما من فستان بايدي هدول معقولي انت قيسيه بالعقل معقولي انا اعمل لك فستان من دونك ما تحكي انت شايفتيني جد بلا صدقك شلون هيك سرتوا الكمام من ايدي من اول لبسه الليلي طولي بالك يا زهرية خانم اكيد في غلط بالموضوع غلط وبس يا فريال لك انتي بترضي لي اياها بعد كل هالصبر وطولة البال يطلع جهازي هيك شلون ما كان لا والله ما برضاه معلش يا زهرية خانم طولي لنا بالك شوي شبكي عم تطلعي وتنزلي وتعلي وتوطي يا على قامتي درتي افتكار كانت مجهولة كتير هالايام كان عندها تفصيلات يعني فما فضيت لجهازك ايوه عم بتبدي غيري علي ولا افتكار مو هيك اعوذ بالله يا خانم شو بدي غيرك عليكي شو هالحكي هاد لا صدقيني افتكار ما عم تشتغل غير بجهازك بس حكمة خانم عم تمزح معي تعرفين زهرية خانم الفستان طال عليك بيطير العقل وتفصيلته بتجنن عن جد يا فريال اي والله عن جد وافتكار كتير مهتمة بخياطة الفستان وصدقيني بكرة بس يتركبوا الكمام بيصير بجنن وبيطير العقل ورح ينبسط العريس كتير معناتها هذا الفستان بتركبي له ماما بسرعة وبس يخلص تبعتي خبر وراي مشان آخذه عم تفهم علي؟ ماشي معناتها روحي غيري ثيابك مشان زين لك هالوش لميلي يا فريال والله كلك ذوق ومفهومية ما حدا غيرك أصلاً بيعتني فيني يا ريت غيرك يتعلم منك امشي امشي قدام امشي مبسوطين باللي صار؟ خالتي نحن شو دخلنا؟ ليش عم توجي الحكي إلنا يعني؟ كأنه نحن اللي فصلنا لجهازة للزهرية فريال، ليش هيك عم تحكي مع بناتي؟ سلامتك حكمة خانة بس الله كبير وبياخد حق كل مظلوم شلون يعني؟ لك الله يخلي لي هيك بنات، مين فكر لك ما؟ طبعاً أنا يا مو وأنا اللي خربت للسحاب شفتي ليش ما طلع موديلة مثل الكريكوت؟ ماشي يا زهرية أول الرقص حنجلي ولسه ما بلشنا لك تركوني والله ماني عامل شيء تركوني هلأ بالكلكون بتعرف حالك عامل شيء ولا مو عامل شيء اوعى تهرب ها انت مع فهيم ولا يستر على عرضك يا سيد فهيم تركني والله ماني عامل شيء بوزيلك شو فكرني أجدر لحتى سلط انا ماني الشاويش فكري فهمت ولا لا امشي لشوف امشي ولا حركة مش حطوه لشوف حطوه لك تركوني فعلفه اخر حلاقك يا بي هلا بيجي يا بي هلا بيجي ليش بعت له خبر ليجي بسرعه يا بي انت ليش مستعجل يا بي مشان تروح على السراي وانت حالق دقنا شو نسيتي انا اليوم ماني رايح على السراي ايه نسيت يا بي نعم انا وين هديتي يا ستي هديتك جاهزه بس هلا ما راح اقدم لك اياها طيب شو هي هديتي؟ يا بي شايفة كل شيء بالمكتوب؟ هو إلك إلك وبس يا بي أنت ليش بدك تحبسه لشكور؟ ليش؟ لأنه خان الأمانة ليش يا بي؟ من يوم يوم عم يشتغل عنا بالأرض وما شفنا منه شيء شو الحكي؟ يعني عم يتعرض لبنت الناطور أبو نقلة ها؟ بنت الناطور؟ ايه وصار مسويها أكثر من مرة هلأ للشرف مشان هيك أنا بدي أحبسه لحتى يتربى إذا هيك معك حق يا بي خليه يتربى لك
شو مفكر بنات العالم لعبة بين ايديه؟ لك هيك لكن يا شكور عم تهوني. انا بنت الباشا ومع مين؟ مع بنت الناطور؟ بسيطة. لا شكور، اوعك تفكر حالك على الآن مع الشاويش فكري بكلمتين تضحك عليه. أنا يوز باشي نشأت، وما بدك تعترف بكل شيء مساويه. يا سيدي بشو بدي اعترف؟ والله ماني مساوي شيء. كل شيء مساويه بدك تعترف. اعترف لك. بشو بدي اعترف يا سيدي؟ والله ماني مساوي شيء. معناته يبدو انت بدك تعذبني وتعذب حالك. لا ماشي، انا راح اخلي فهيم يفهمك شلون تعترف تحت بالنظارة. وليه؟ ماشي يا فهيم. فهيم احترامي سيدي. بسرعك. حاضر سيدي حاضر. فهيم. نعم سيدي. نزلوا على النظارة وخليه يعترف بطريقة. سيدي بوس إذا خليني شوف الباشا. والله ماني عامل شيء. مين بدك شوفه؟ بعرف مين بدك شوفه. خذوا نزلوا. هاي شغلتي سيدي. والله انا نسي نجوم الظهر كيف بيرضع حليب الريس. يا امشي بقى. جاي يا سيدي. هذا تضحك علي شكور. انا اليوز باشي نشعر. الو. ايه ابن عمي، بدي اقول لك على شغله. لك صلك من الصبح بتفتحي حديث وبتسكري حديث، الظهر رح يقدم ولسه ما رحت على المطار. في شو بدي؟ شو يعني؟ مليت من حكياتي؟ خلص بس بدي اسألك عن سهرك فارس. لك يسلم لي قلبك، لا تزعلي. لك لا يزعل الأمر بنوم. شو فارس؟ هلا هو من يوم اللي خطب بنتك زهرية ما أجا لعنا غير مرتين، مرة يوم كتب الكتاب ومرة لما عزمناهم. شو هالحكي هاد؟ بس هالمرتين؟ لعمة لك ليكونوا عم يتقابلوا برا. لك والله إذا عم يعملوها لكسر إجريهن هن الاثنين. لك صحيح كاتب كتابه بس ما بصير يقتني فيها. أعوذ بالله ابن عمي، شو شوفوا بعضهم؟ هو مو لحتى يجي لعنا بالأول؟ لك من شان شو ما عم يجي يشوف خطيبته؟ يعني بركي ما بده إياها. ماشي، أنا بشوف أبو فارس وبفهم منه ليش ما عم يجي يشوف خطيبته. إيه إيه بيكون أحسن تقبرني. آخر سؤال، مشان بيت أم عزة؟ أنا جبت الورقة من العادية. يعني بدك تحجز لهم على البيت ابن عمي؟ إيه مو حقي. كحقك ابن عمي، بس والله خطية يعني أنا أقول إنه هدول نسوان ما في مين يعينه.